أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل بيته المنتجبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام على الشهداء، السلام على تلك الدماء التي سالت على أرض هذا الوطن لترسم لنا لوحة مشرقة بمعاني العزة والكرامة. السلام على أمهات الشهداء الصابرات الصامدات. السلام على هذا الشعب المقاوم المرابط في ساحات البطولة بكل ثبات وعنفوان. الأخوة والأخوات الحضور، في كل عام ونحن على موعد مع الشهيد والشهادة لنستلهم العبر والبطولة والتضحية، ولكي نقول لكل الطواغيت: أين الحسين؟ وأين يزيد؟ وأين فرعون؟ وأين موسى؟ في عامنا هذا، في الذكرى 19 لاستشهاد الشهيد حسين الصافي، والذكرى 8 لاستشهاد الشهيد محمد يعقوب، نجدد العهد مع الشهداء في طريق الحرية والعزة والكرامة بالثبات والاستمرارية مهما كثرت الصعوبات وازدادت التضحيات. نحن هنا لكي نعايد الشهداء وعوائل الشهداء، ونعايد الله على تقديم الغالي والنفيس فداء للوطن، وأن الله على نصرنا لقدير. الأخوة والأخوات، ونحن على أبواب الذكرى 3 لانطلاق ثورتنا المباركة، وكلنا خجل أمام صبر وتضحيات عوائل الشهداء، إذ نحيي فيهم هذه الروح العالية الصامدة الصابرة، والمواقف الثابتة الرافضة لأي مساومة على دماء الشهداء. نحييكم ونشد على أزركم، ونحن معكم في حراككم الدؤوب بالمطالبة بحق القصاص من القتلى، وعدم المساومة بهذا الحق تحت أي ظرف كان. الأخوة والأخوات الكرام، في هذا الحفل الكريم الذي نستذكر فيه ذكرى شهدائنا، نريد أن نشدد على عدة نقاط مرتبطة بواقعنا الحالي في البلد وما يمر به. النقطة الأولى أن مطلب الحوار مع القتلة الفاقدين للشرعية الشعبية أمر مرفوض وطريق غير سليم وقابل للانهيار في أي لحظة، في حالة ما بني على باطل فهو على باطل. النقطة الثانية، المساومة على دماء الشهداء أمر غير مقبول، وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
النقطة الثالثة دعم ومساندة الخطوات المباركة التي تقوم بها رابطة عوائل الشهداء والاهتمام بأهالي وأبناء الشهداء وتقديم كل وسائل الدعم والمساندة لهم. النقطة الرابعة الوحدة ورص الصف في مواجهة أعداء الوطن والتعامل مع مجريات الأمور في الساحة بمصيرة وحكمة. وختاماً نشكر الحضور الكرام ونشكر أهالي الشهداء وكل من شاركنا في هذه المناسبة، كما نتقدم للجهات الداعمة بكل الشكر والامتنان على جهودهم المخلصة من أجل إنجاح هذا الحفل صادر عن شباب ستر سفارة الجمعة الموافق 31 من شهر يناير لسنة 2014 ميلادية عاصمة الثورة البحرين المحتل.